إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في تحدي. اليوم جينا نشوفوا أسعار الخضروات في سوق الخضار، خليكم معنا. أول حاجة صدفناها هي الفريز. الفريز عندك اليوم 3 ب$5، يعني 3 ديال هادو شحال تكون فيها من غرام؟ فيها نص كيلو، يعني كيلو ونص كيتقام ب 5×6، كيلو ونص تقريبا بشي 5×6، شحال هي 5×6؟ 30 شي كدا، و 30 درهم 3 من هادو، كل وحده فيها 454 غرام. بوعويد 14 درهم الكيلو. القرعة الخضراء شي 17 درهم الكيلو. مطيشة شي 24 درهم الكيلو. الكونكومبر 3 19 درهم 3 الشوفلور 12 درهم الحبة، 12-13 إلا بغيتي مثلا 3 كتاخذهم ب شي 35 درهم 3 بحال هكا، إلا بغيتي غير وحدة كتقام $2، 13 درهم تقريبا. بنجال 16 درهم الكيلو. فلفلة جميع أنواعها، كاين اللي 18 درهم الكيلو، وكاين اللي 14 درهم الكيلو. هاد الخضرة هادي 14 درهم الكيلو. بالنسبة للفطر هادي 10 درهم البكية، إلا بغيتي 3 ديال البكيات كيبقاو 12-20 شي 27 درهم، تاخد 3، سينو إلا بغيتي غير وحدة كتقام عليك 10 درهم. ميني كاروت نفس الشيء حتى هما 10 درهم البكية أو 3 25 درهم. البروكولي، بروكولي وحدة ب10 درهم، إلا بغيتي 3 ب25 درهم، وحدة ب10 درهم. النعناع عندنا غالي، النعناع 3 ضربطات 3 بحال هكا صغارين كيبقاو ب حتى قلت تقريبا 10 درهم، 10 درهم 3 بحال هادو، 1 2 3. قزبور عاود على حال 10 درهم الربيطة صغيرة. هادشي ديال الربيع غالي. بالنسبة للشلاضة، الشلاضة اليوم دايرة $1، يعني 6 درهم ونص الوحدة بحال هكا، أو لا هادي بلاطو ديال البيض 60 درهم أو لا 65 درهم، كاين حتى هاد البلدي هذا، وكاين الأبيض هذا ب60 درهم، هذا بشي قول هذا 65 درهم، وهذا شي 70 درهم، 30 حبة طبعا. هذا خيزو عندك هنايا 2.5 كيلو كتقام ب شي 22 درهم تقريبا، 2.5 كيلو. هذا الكبال، الكبال هذا كاينو في كندا موجود، 13 الحبة ب 28 درهم، 13 الحبة ب 28 درهم. الساك ديال البطاطا نشوفوا شحال فيه. هذا الساك ديال البطاطا يا سيدي فيه 4 كيلو ونص بشحال دولار، يعني بشي 6 درهم ونص ولا 7 درهم. 4 كيلو أونس، يعني الكيلو ما كيطلع حتى بجوج دراهم كاملة. البصلة، البصلة يا البصلة، الصاك كيبقى 22 درهم، فيه شحال فيه 4 كيلو أونس 22 درهم. هذه بطاطا كبيرة اللي كتصلح للفريت، وشحال فيها هذه؟ حتى هي فيها 4 كيلو أونس، شحال غتبقى؟ 4 كيلو أونس غتطلع ب شي 22 درهم، 4 كيلو أونس. اجي لنا الماء، الماء يا سيدي شحال عندك هنايا؟ 4 8 3 4 5 5 في 24 بكية ديال 20 قرعة ديال نص سيترو
بشحال؟ 25 درهم. يعني القرعه كتطلع تقريبا بشي درهم ونص. القرعه هذه كتطلع تقريبا بدرهم ونص. انت هنا باكيه ديال المونغ شحال فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 كتطلع ب 5 دولار. 5 دولار عندك 5 في 6 شحال هي؟ 35 شي 35 درهم، 700 درهم باكيه. البنان، البنان يا البنان 9 درهم الكيلو. التفاح الاشكال الالوان ديالو كيلعب الثمن ديالو بين تما عندك بين 15 درهم الكيلو. وهذا هنايا شحال؟ شي 23 درهم الكيلو كل الانواع والاشكال. الخوخ 25 درهم الكيلو.